يا اهلا ومرحبا جميعا على قناتكم قناة احدث صيحات الموضة والاكسسوارات الجيدة في عالم الازياء على قناتكم اربي فاشن موديل. مع تقديم لكم افضل الموديلات والملابس الصيفية والشتوية وايضا نقدم افكار ونصائح جيدة في الموضة للمساعدة على الحصول على اطلالة جيدة وحديثة ايضا. أفكار ونصائح اللون الوردي. اللون الوردي معروف دائما بأنه لون أنثوي يمنحك لوك ناعم وعصري خصوصا بالربيع، ويمكنك تنسيقه بطرق مختلفة تعكس روح فصل الربيع مع الأصفر الكناري مثلا، فهو أيضا لوك عصري وجذاب خارج عن المألوف للون الوردي. مع اللون الأزرق أيضا يمنحك إطلالة كاجوال نهارية جيدة في الموضة.